السؤال ده فكرته حلوة قوي للربط بين الفصل الخامس والفصل السادس. وبالنسبة للطلبة اللي بتحب الفيديوهات القصيرة، في قائمة على القناة، القائمة دي اسمها الوقت بدل الضايع. هتلاقي فيها أكتر من 300 فيديو، تقدر كل فيديو فيها عبارة عن حل مسألة واحدة بس. ده ممكن تراجع من خلاله المنهج في الوقت اللي انت مش تقدر تعمل فيه حاجة، يعني مثلا وانت بتشرب كوباية النسكافيه، وانت بتاكل، وانت في مستني درس معين او حاجة معينة، ممكن في الفترة دي تشوف فيديو مدته دقيقة او دقيقتين تستفاد منه معلومة وتسد بيه فراغات في اليوم انت مش مستفاد بيها في حاجة. تعالى كده نشوف السؤال ده بيقول ايه. مستخدمة الفوتونات المنبعثة من عودة الالكترونات في ذرة الهيدروجين من المستوى الرابع في سلسلة بالمر. انا كده عرفت عودة من فين لفين. بالمر العائدون للتاني، وهو كان في الرابع وفي عودة للتاني، أقدر من هنا أجيب فرق الطاقة وطاقة الفوتون اللي نتج نتيجة هذا الانتقال ده. وبعدين قال لك لتشغيل الله، يعني الفوتون اللي هيطلع دون من الانتقال هنستخدمه لتشغيل دايرة خلية كهروضوئية، فكان جهد الإيقاف معايا جهد الإيقاف ب 18 من 100 فولت، فعايز دالة الشغل. طيب الاي وورك عشان تجيبها لازم يكون معاك حاجتين، طاقة الضوء الساقط، ولازم يكون معاك الكاينيتيك انرجي، لا دي معاك ولا دي معاك. الفوتون الساقط هو اللي جه من النقلة 4 لـ2، فانا ممكن اجيب فرق الطاقة وهو ده الضوء الساقط وخليها بالالكترون فولت، عشان الاجابات بالالكترون فولت، في واحده بالجول بس خلينا بالالكترون فولت. والكاينيتك انرجي هجيبها ازاي؟ هجيبها من جهد الايقاف. طب تعالى نجيب كل واحده ونشوف هنتعامل ازاي. طاقه الضوء الساقط بتساوي فرق الطاقه من اي 4 ناقص اي 2. اي 4 اللي هي سالب 13.6 على 16 اللي هي الان تربيع، وادي سالب، واي 2 بسالب 13.6 على 4، ما الان ب2 والاربعة هتبقى 4، سالب سالب هتبقى موجب. يبقى طاقة الضوء الساقط هتبقى، هتخلص القيمة دي مع دي هيطلع معاك 2.55 من 100 الكترون فولت، ادي طاقة الضوء الساقط. طيب والكاينيتك انرجي عبارة عن الالكترون، شحة الالكترون في فرق الجهد اي في في، الاي ب1.6 في 10 اس سالب 19، والفي 18 من 100. لو انا ضربت الكلام ده بالاله الحاسبه هتطلع الكاينيتك انرجي، تطلع الكاينيتك انرجي بالجول، وانا عايز اجيبها بالالكترون فولت عشان يبقى كله زي بعضه، فاروح اسمع لشحنه الالكترون اللي هي 1.6 في 10 اس سالب 19، فدي تطير مع دي، وتبقى الكاينيتك انرجي بالالكترون فولت عباره عن 18 من 100. اقدر بقى اجيب الاي وورك، اقول طاقه الضوء الساقط اللي هي 2.55 من 100 ناقص الكاينيتيك انرجي اللي هي 18 من 100 هيطلع 2.37 من 100 الكترون فولت. هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح هيكون جيم.